الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أنا سعيد جدا بهذه الكوكبة من الشباب والشابات الذين حقيقة حرصوا على أن يقدموا لنا بصورة عملية معاناة إخواننا من ذوي الإعاقة. وفي تجربة اليوم حقيقة وجدنا معاناة شديدة نتيجة لبعض الأخطاء الهندسية التي لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الشريحة المهمة. ونحن نعلم علم اليقين بأن الله عز وجل عندما عاتب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أعرض عن ابن أم مكتوم ليصبح لنا منهجاً ويصبح لنا دستوراً أن أي مجتمع من المجتمعات أو أي حضارة من الحضارات تريد أن تنهض يجب أن لا تقصي أو تغلغي أو تهمش أي شريحة من شرائح المجتمع، وهذه الفئات لها طاقات مدخورة نحن بأمس الحاجة إليها لاستكمال مشروعنا النهضوي الذي نأمل أن يشارك فيه جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن ألوانهم وعن أجناسهم وعن أوضاعهم الجسمية. فتاريخنا الإسلامي يحدثنا بأن هذه الفئات قدمت خدمات جليلة في مختلف قطاعات المعرفة، في الأدب، في الطب، في العلوم المختلفة. لا بل أن الجاحظ ألف كتاباً خاصاً يرصد فعالية هذه الفئات، لا بل أن أحد الخلفاء الأمويين نادى في موسم الحج ليقول لا يفتي الناس إلا عطاء. أتعرفون من هو عطاء؟ عطاء هذا كان مولى، كان أسود البشرة، كان أشلاً، كان فيه كثير من الإعاقات. هذه الحضارة العظيمة جعلت منه عندما تعرض عندما رعي رعاية خاصة من قبل مجتمعه ومن قبل دولته ليجعله عالما يشار إليه بالبنان. فنحن نحيي حقيقة توجهات جامعة الشارقة والمؤسسات المختلفة في الدولة لرعاية هذه الفئات، وهي معلم من معالم نهضة هذه الدولة المباركة. ونسأل الله العلي القدير أن يوفق الجميع ليخدم هذه الشريحة ولنقدم النموذج الأروع ونعيد أمجاد هذه الحضارة الإسلامية من جديد في خدمة هذه الشرائح التي نحن بأمس الحاجة لدمجها في مجتمعنا والأخذ بيدها لتقدم خدماتها الجليلة وتقدم إبداعاتها لتطوير مشروعنا النهضوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء حابب أتشكركم أول شيء على هذه المبادرة. أنا شخصياً كمدير إدارة المنشآت المرافق بعد هذه التجربة حسينا بصراحة بالمعاناة الشديدة اللي ممكن الشخص المعاق يواجهها أثناء تنقله خلال الجامعة. طبعاً لا شك عندكم فكرة نحن حالياً شغالين على موضوع الفيز 1 مثل ما نسميه نحن اللي هي المنحدرات، تعديل المنحدرات. بس حالياً حتى لاحظنا حتى هذه المنحدرات الجديدة كمان بدها ما شاء الله بدها جهد وبدها بدها طاقة من الشخص من الأشخاص اللي ذوي الإعاقة لحتى أصلاً يحسوا يستخدموها. لا شك لاحظنا كمان في عنا شغلات ناقصة لحتى يتكامل المشروع بشكل عام. وقت زرنا مثلاً الأبواب التي لم تفتح، العتبات عند المداخل الحمام والمداخل المكاتب، المرآة الناقصة في المصاعد. فإن شاء الله بإذن الله حنشتغل على خطة متكاملة لحتى نساعد الشخص الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يتحركوا بكامل أريحية داخل هذا الكامبس الجميل. وحنتواصل بإذن الله، نحن حنتساعد، نحن طبعا نحن دائرة الأشغال ونحن إدارة الخدمات دائرة الخدمات الإنسانية وكمان الإدارة المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة داخل الجامعة بإذن الله حتى نعمل environment يكون يسر وسهل للتنقل داخل الجامعة بإذن الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت الورشة ناجحة جدا اليوم، نشكر إدارة الجامعة والإدارة التي شاركت في تنظيم الورشة. الحقيقة حسينا في معاناة المعاقين إحساس كامل، وهذا الشيء رح يفيدنا في مشاريعنا المستقبلية. رح تكون الدراسة أفضل ورح تكون التنفيذ أفضل،
لحتى نسهل الأمور على الإخوة المعاقين عشان يقدروا يتحركوا فيها الحياة تحرك طبيعي. شكرا كثير. طبعا بمناسبة تجربة مزيد من التسهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، جامعة الشارقة منذ إنشائها سنة 1997 بأوامر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، والجامعة بتهتم اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين سواء في المباني أو في الفصول الدراسية أو في أداء الامتحانات أو استذكار الدروس أو حتى في الفترة الأخيرة في إعطاء أولوية كبيرة أو مطلقة تقريبا لذوي الاحتياجات الخاصة في التعيين بمجرد تخرجهم. أيضا الجامعة منذ إنشائها تقريبا وهي فيها مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، الموظفين فيه من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط لتقديم بعض الخدمات مثل تصوير المستندات وغيره. في الفترة الأخيرة من شهور يعني تأكيدا على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وافق مجلس الأمنة على تأسيس مركز خاص للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة